عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي في فيديو جديد على قناة فيونكل الهاند ميد مع أم عبد الله عمر عصام. وحشتوني جدا جدا، أسفة لو كنت اتأخرت عليكم في فيديوهات، معلش كان عندي برد وكنت تعبانة شوية، يمكن الصوت لسه رايح شوية. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض فيديو جديد بإذن الله، هنعمل بناء على طلباتكم. طبعا هنحول شوزة قديمة عندنا في البيت لشوزة جديدة، ونشوف هنشوف مع بعض خطوات. بس قبل ما نبدا الفيديو نبدا كده بالصلاه على النبي، صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، وكمان ننزل نشترك في القناه تحت ونفعل الجرس علشان تدعموا القناه كده وتكبر بيكم ان شاء الله. تمام يا جماعه، نبدا كده، نبدا نقول بسم الله. طبعا زي ما تعودنا كل مره عفوا تعودنا كل مره نشرح مع بعض هنستخدم ايه. هنستخدم اول حاجه النهارده الخرز من النوع من الحجم ده يا جماعة، بصوا كده شايفينه، تقريبا ممكن يكون مقاس 2 أو مقاس 4، واللون اوف وايت. الخرز التاني برضو نفس الشكل ونفس اللون بس حجمه اكبر شوية اهو. تمام، وطبعا اللزج بتاعنا اللي هو B7000 اللي احنا بنستخدمه على طول وعارفينه. الاستراست طبعا اللي احنا بنستخدمه برضو عارفينه اهو. تمام يا جماعة، وعندينا شوزة نبعد دي شوية كده، وعندينا شوزة فاضية اشتريناها قديمة مش مستخدمينها في المحل فرحت اشتريتها منهم. بصوا يا جماعة هي متقشرة هنا ومتربة كده وبايظة وشكلها مش حلو. تمام، طبعا نسينا احنا نقول مقص. اول حاجة نبدأ فيها يا جماعة، طبعا علشان نعمل شوزة حلوة وشكلها حلو لازم ممكن نشوف اشكال على اليوتيوب عندنا يا بنات، مش شرط يبقى يعني في ناس تبدع من دماغها وفي ناس يعني ممكن تشوف صور على اليوتيوب. وانا اخترت لكم الشكل ده يا جماعة، اي حد انتوا براحتكم يعني تختاروا اللي على اليوتيوب براحتكم، بس انا اخترت الشكل ده ان شاء الله يعجبكم باذن الله. هنعمل زي ده دلوقتي ان شاء الله. تمام، بسم الله، نشيل ده كله كده، نبدا بالشوز الفاضيه دي. اول حاجه يا جماعه هنستخدمها هنستخدم الاسترس نحدد بيه الشوزه، نمشي على الخط اللي هو المتخيط ده بتاع الشوزه. تمام، عشان يبقى مظبوط معانا. بصوا يا جماعة احنا دلوقتي بنعمل شوزات صغيرة، بس احنا طبعا مش هنقتصر على الناس الصغيرة الاطفال الصغيرين، ممكن احنا نعمل شوزاتنا الكبيرة بس طبعا مش هتنفع باللزج ده. تمام كده حطينا الاسترس، انا قصيتهم قبل الفيديو عشان مناخدش وقت مع بعض. نقول بسم الله نلزقهم كده، ندوس على الطرف بالراحة ونبدأ. تمام، نمشي على الحياة اللي احنا حددناها بالظبط. طبعا الخياطة هنا مسهلة علينا يا جماعة، اللي احنا نحط ايه، نحط الاسترس على طول ميبقاش متلولح معانا. خلاص خلصنا اول خطوة، نظبط فيها كده شوية. الفكرة بسيطة خالص والله يا بنات، يعني ممكن انتوا تعملوها مشروع كبير فعلا وتبقى مصنع كبير في الاخر. كل واحد بس اهم حاجة اللي هو يحدد الهدف اللي هو عايزه. انا مثلا انا كأم عبد الله انا هشتغل في الشوزات دي، بس اجيب مكوناتها وخاماتها واشوف الحل الارخص بتتباع فين بالظبط، واروح اجيبها وابدا اعملها واعرضها على المحلات واركز فيها هي بس، يبقى عندي منها دخل وعندي منها مكسب في البيت، وفي نفس الوقت حاجه بتسليني بدل ما انا اقعد قدام مسلسل ولا كلام فاضي. الناس الاتراك والناس الصين دول مش احسن منينا طبعا يا جماعه، لما يبقى هما عندهم مشروع واحنا لا. تمام، انا هحط كده الاسترس في الجزئيه دي برضو على الخياطه،
عارفين يا جماعة، يعني في العيد اللي عدى ده انا عملت كمية شوزات حلوة خالص للناس الكبيرة، عجبتهم جدا واسعارهم مناسبة خالص، احسن من هما بيشتروا ب 300 و 350 والكلام ده. فانت بايدك تعملي اي نوع من انواع الشوزات، بس انت اديها طلة كده للمحلات، اطلعي وشوفي وشوفي الاشكال المتاحة بره عفوا شوفي الاشكال المتاحة بره وهاتي مكوناتها وادخلي على اليوتيوب وعلى البتاع، علمي نفسك بنفسك، ما تستنيش حد يعلمك. تمام يا جماعة، بصوا كده سهلة خالص، الفكرة بسيطة بسيطة خالص يعني. تمام، رزق ده جميل خالص، بس دي مع الاطفال الصغيرين بس. اول ما نحب نعمل شوزة كبيرة يبقى هنعملها ازاي؟ بالخيط، بالابره والخيط. مش كده خلصنا الخطوه الاولى اللي هو لزج الاسترس، وزي ما احنا قلنا طبعا اللزج ده بينفع للاطفال الصغيرين بس، اما الناس الكبيره قلنا هنعمل بالخيط والابره، بيبقى الخرز كامل بنحطه في الخيط وبنعمل اشكال معينه. تمام، نيجي الخطوه اللي بعد ما احنا لزجنا الاسترس زي كده، انا عملت لكم جزء منها دلوقتي، هنحط هنا كمية مناسبة من اللزق، وهنجيب الخرزة الكبيرة زي ما انا عاملة هنا حبة، نفضل ننزل. طبعا خلاص احنا الاسترس هنا لزق لنا ايه، حدد لنا احنا نحط الخرز ازاي، وبعد كده نقعد نلزق نلزق لغاية ما خلص الشوزة حوالين داير كده. تمام يا جماعه، نعمل بالخرز الكبير يا بنات عشان هيبقى شكله احلى، مش هيبقى حلو زي الصغير. اما الصغير هنحطه هنا بعد ما احنا هنكون خلصنا الجزئيه دي كلها، نعملها زي كده تبقى زي كده حوالين داير. هنيجي نملى الفراغات دي اللي هي احنا اصلا عايزين داير من الاول، اللي هي الصغيره دي اللي هي متقشره، برضو هنحط حبه لزق ونجيب الخرزة الصغيرة ونفضل نلزق لغاية ما نخبي كل البتاعة دي، واحنا على حسب راحتنا يا جماعة، ممكن يبقى لون اوف وايت زي اللي انا بستخدمه، ممكن يبقى لون روز، على حسب كل واحد ما بيتوفر معاه او الخرزة اللي تعجبه يعني تعجبه. تمام، وهكذا يا جماعة لغاية ما نخلص ده كله هيبقى شكلها بالطريقة دي. بصوا كده هيبقى شكلها جميل كده. اما الالماس الصغير ده، انا عندي الالماس ده يا بنات، الالماس دي انا بستخدمها في الفراغات اللي بتبقى مثلا وسط الخرز، بيبقى مش في فراغات بتبقى ما ينفعش تحط فيها خرزه كامله، فاحنا ممكن نلزق الخرزه الصغير اللي زي دي، ممكن ندور كده على اي مكان فاضي نفترض ده مثلا، ونحط فيه الألماظة دي كده من ناحية، ادت منظر حلو، ومن الناحية التانية اللي احنا برضو خلصنا كل الفراغات اللي فيها، وده شكل الشوزة يا جماعة. احنا طبعا عملنا كده خطوتين، عملنا التلات خطوات، اول خطوة اللي هو الاسترس اللي في النص ده، تاني خطوة الخرز ده، تالت خطوة اللي احنا ملينا الفراغ ده كله. نيجي للجزئية اللي ورا يا بنات، بتبقى فاضية زي كده، انتي على حسب راحتك ممكن تسيبيها فاضية وممكن تزينيها، تجيب الخرزة الصغيرة دي وتمليها كلها صفوف 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 من اولنا، تبقى الجزئيه دي كل المربعات دي متداريه بالخرز الصغير. بس انا حسيت ان الشوزه تبقى اتقل وهتبقى مش حلوه، فعملتها ايه، حطيت الخرز لزقته في المربعات اللي هي الفاضيه دي، فبيجي منظرها احلى والشوزه اخف، وكده اسمنا حولنا شوزه فاضيه مش شكلها مش حلو لحد علشان اسفه، حولناها لشوزه جديده، شوزه نطلع بيها مناسبات افراح، بنشتريها غاليه خالص من بره، واحنا عملناها ممكن بمبلغ صغير ما يكملش 10 جنيه اصلا. تمام يا جماعه، ولو عجبكم الفيديو دي فكره الفيديو بتاعنا النهارده، لو عجبكم يا ريت كده يعني تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ولايك حلو من عندكم بالله عليكم يعني، عشان القناه كده تتفاعل والفيديوهات تنتشر اكتر.
يا رب يكون فكرة النهاردة عجبتكم، وما ننساش نختم فيديو النهاردة بالصلاة على النبي صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم.